أعزائي المشاهدين، مثل ما شايفين الحراك المدني مستمر بكل الوزارات وبكل المرافق العامة. اليوم نحن موجودين هون أمام شركة الكهرباء لنشوف ليه هيدا المحل بالضبط، ليه من هون قرروا يطالبوا، شو اللي قرروا يطالبوا فيه. شباب يعطيكم العافية. العافية. عم تتعبوا شباب، فينا نعرف ليه من هون كرمال شو أنتم موجودين اليوم هون؟ كرمال الانتخابات النيابية. جميل، بس أنا مش عم بمزح. ولا نحن عم نمزح. عم نمزح. سوري مش قصدي شيء، بس قصدي إنه عادة كرمال انتخابات نيابية مفروض تتظاهر قدام مجلس الوزراء أو مجلس النواب، يعني مش بشركة الكهرباء. شوفي حبيبتي، الانتخابات النيابية اليوم قبل بكرة. صح، أنا معكم 100%، وكمان طلبي هيدا. بس قصدي إنه ليه من هون؟ ليه من شركة الكهرباء؟ ليه من أمام؟ ليه من هيدا المحل بالذات؟ لك شغلة، لأنه الشخص الوحيد يلي معقول نتكل عليه بموضوع قانون الانتخابات، عرفتي كيف، موجود هون. كثير منيح، بفهم انه هيدي الرساله موجهه تحديدا لوزير الطاقه. لا ابدا. مين الشخص الموجود هون لكان اللي بدكم توجهوا له هالرساله؟ المسؤول عن التقنين بالشركه. شو خصه هو؟ هلا هو ما خصه، بس نحن بنوثق فيه انه زلمه بيشتغل لوضع قانون الانتخابات. ما فهمت بس توثقوا بهيدا الشخص تحديدا ليه؟ شوفي حبيبتي، مسؤول التقنين لازم يسلمون انتخابات، لانه الوحيد اللي عنده ضمير، الوحيد اللي ما بيتاخر على المواطن. 12 يعني 12. يعني 6. مسؤول عن التقنين بالشركه تنتين. ما في مزح معه. صح، الخبره. يعطيكم العافيه شباب.